للعلاقات التركية الأوروبية مسار من التوتر رغم اختلاف حدته بين فترة وأخرى. توتر انسحب على كافة المجالات والقطاعات بين الجانبين، دبلوماسيا، سياسيا واقتصاديا أيضا. خلافات دفعت البرلمان الأوروبي إلى التلويح بتعليق طلب تركيا نهائيا الانضمام إلى التكتل الأوروبي في حال لم تلتزم الأخيرة بشروطه. أهلا بكم إلى برنامج الرابط. إذن البرلمان الأوروبي يضع العلاقة مع تركيا في أدنى مستوياتها التاريخية، وعليه نتساءل ما هي شروط بروكسل تجاه أنقرة لإعادة إحياء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي؟ ونتساءل أيضا هل إحياء العلاقات قادر على إنعاش الاقتصاد التركي وعلى تحسين مستوى الليرة؟ العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أدنى مستوياتها بحسب البرلمان الأوروبي كما ذكرنا منذ قليل، وأسباب الخلافات كثيرة، وهذا يطرح تساؤلات عن مستقبل علاقات اقتصادية بين الطرفين تشمل مجالات عدة. لا قطيعة، لكن لا علاقات يعتد بها بين تركيا والأوروبيين إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وصلت الاتصالات بين الطرفين الآن ليست استنتاجات، بل تصريحات أدلى بها البرلمان الأوروبي. لقد ضقنا ذرعاً بتركيا يردد أعضاؤه، مستفزة تحركاتها للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط كما يضيفون، مستفز أكثر استخدامها اللاجئين ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية كما قالوا سابقاً، شراؤها منظومة S-400 الروسية أزعج تحالفهم العسكري ودفعهم لفرض عقوبات على أنقرة خفيفة الأثر وقوية المعنى. أما تحركاتها الإقليمية في ليبيا وسوريا وكذلك العراق فله حديث آخر لا يخلو من رفض وتنديد. لكن مهما حصل، يقول البرلمان، يبقى للتلاقي مع تركيا مكان، فلتبدأ عملية شاملة من الإصلاحات تسمح بحرية التعبير، فملف حقوق الإنسان فيها وصل مرحلة خطيرة بحسب تقارير الأوروبيين. إما ذلك وإلا رفض طلب انضمام طالما قدمته لتكون أوروبية العضوية كما هي أوروبية المكان. بالنسبة لتركيا قديم جديد هذا الكلام، ردت عليه الخارجية التركية بالرفض وكذلك أردوغان. يبتعدون عن الأوروبيين الذين أداروا ظهرهم لهم، لكن يبقون الباب مواربا لأي تقارب ولقاء يمكن أن ينتهي بتوتر دبلوماسي كما حصل هنا في آخر الزيارات. لكن الانضمام للاتحاد سيبقى أولوية كما صرح الرئيس التركي بداية عام 2021، أولوية رغم الصدام مع ماكرون والمناكفة مع ألمانيا، الخلاف مع حلف الناتو وكذلك العقوبات. من بعيد يبدو اللقاء بينهما مستحيلا، لكن تحالف الضرورة يفرض نفسه على الطرفين. حجم التبادل التجاري يصل بينهما سنويا إلى 135 مليار دولار. تركيا ممر لكميات هائلة من غاز روسي تصل إلى أوروبا عبر خط غاز تركي ستريم الذي بدأ العمل في يناير 2020. لربع قرن يعملان باتفاق جمركي ألغى فرض تعرفة على بعض السلع، ويبحث الأتراك عن توسعته ليشمل الزراعة والخدمات، ولأجل ذلك فقط عقدوا العام الماضي عشرات اللقاءات. قبل بدء نقاش الرابط أذكركم مشاهدينا بسؤاليه، ما هي شروط بروكسل تجاه أنقرة لإعادة إحياء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي؟ ونتساءل أيضا في حلقة هذه الليلة، هل إحياء العلاقات قادر على إنعاش الاقتصاد التركي وتحسين مستوى الليرة التركية؟ وقبل بدء نقاش الرابط ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من باريس السيد إيمانويل ديبوي رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، ومعي أيضا من اسطنبول الدكتور فراس شعبو أستاذ الاقتصاد في جامعة باشاك شهير التركية. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ نقاشي مع السيد إيمانويل ضيفي من باريس. سيد إيمانويل، إذن العلاقات مع تركيا في أدنى مستوياتها تاريخيا، هذا ما قاله البرلمان الأوروبي. أريد أن أفهم منك في البداية، وفقا لأي معايير تنظر بروكسل لعلاقتها بأنقرة؟
Déjà, vous avez raison de mentionner qu'il y a une grande différence الذكر بأن هناك اختلافات في المواقف بين الدول الأوروبية وتركيا. هناك اختلاف بين بروكسل والمفوضية الأوروبية واللجنة الأوروبية. ذكرتم أن كان هناك توترات في الأشهر الستة الماضية، ولكن يبدو أن الأمور هدئت بعد زيارة رئيسة المفوضية ورئيس اللجنة الأوروبية، وكان هناك تعتيم قليلا على هذه الزيارة بسبب ما يدعى الآن سوفاغيت، ولكن هناك بعض المسارات الآن التي سوف تؤدي إلى تفادي فرض عقوبات إضافية على شركات تتعامل مع الغاز مع تركيا. ولكن هناك واقع آخر، هناك 27 دولة أوروبية والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية واللجنة الأوروبية، وذكرتم أن هناك ربما تشكيك كبير في البرلمان تجاه تركيا، وكان هناك 370 عضو في البرلمان صوتوا بتعليق اتفاق ما قبل انضمام تركيا الذي وقع عام 2005 مع تركيا. إذن هناك تردد من الممثلين الأوروبيين، وهذا يختلف على حسب إذا ما كانت الدولة قريبة جغرافيا من تركيا أو تعتمد على عدد من الشركات. طيب، الحديث اليوم عن تردي العلاقات الأوروبية التركية وأنها في أدنى مستوياتها، سيد إيمانويل، على ماذا يعتمد؟ ما هي المعايير التي على أساسها تقيس أوروبا اليوم علاقة بتركيا؟ يكفي أن نعود إلى الأحداث في الصيف الماضي في شرق المتوسط، حيث كان هناك شبه احتكاكات أو احتكاكات شبه عسكرية بين القوات البحرية التركية واليونانية والفرنسية، وكان هناك أيضا ضغط بسبب التدفق الهجرة مع ملايين اللاجئين المتواجدين حاليا على الأراضي التركية. وقد تكون هذه ورقة يستخدمها الرئيس أردوغان. وكما ذكرتم أيضا هناك عدد من الملفات حيث الاتحاد الأوروبي. سنأتي على هذه الملفات بعد قليل بالتفصيل. سيد إيمانويل، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال لضيفي من إسطنبول الدكتور فراس. مرحبا بك مجددا. كيف تنظر أنقرة اليوم إلى علاقتها مع الاتحاد الأوروبي؟ هل تراها كما يراها الاتحاد الأوروبي اليوم، أنها في أدنى مستوياتها؟ في الحقيقة يعني اليوم أنقرة تسعى لتحسين العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، كون أن الواقع الاقتصادي التركي نوعا ما غير سليم. يعني اليوم نحن في تركيا في نهاية العام 2020 هنالك حجم ديون تجاوز 432 مليار، أي 57% من حجم الناتج المحلي يذهب لخدمة هذا الدين. أيضا هنالك ارتفاع في الأسعار كبير، هنالك حالة تضخم، هنالك حالة تململ في الداخل التركي من الوضع الاقتصادي. لذا سعت تركيا منذ البداية، حيث اعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو أهم شريك أو هو الشريك الأكبر لتركيا في المنطقة، وبالتالي سعت تركيا إلى تحسين هذه العلاقة من خلال مد أواصل أو إعطاء إشارات نوعا ما إيجابية لتحسين هذه العلاقة، لأن الواقع هل هذه العلاقة في أدنى مستوياتها اليوم دكتور فراس؟ في الحقيقة هي يعني لي كما ذكرتم في التقرير هي غير منقطعة، ولكن يعني ثابتة نوعا ما أو مثبطة بشكل أو بآخر نتيجة التذبذبات التي حدثت في العام المنصرم ما بين تركيا واليونان وقبرص وفرنسا، وهنالك حالة تصادم كانت شديدة في بعض الأوقات أدى بشكل أو بآخر إلى انخفاض حجم التبادلات وانخفاض حجم التمثيلات السياسية أيضا إلى مستوى نوعا ما متدني. فعلا هو على مستوى التاريخ كان هو الأكثر تدنيا في العلاقات التركية الأوروبية. نعم. طيب، أسأل سيد إيمانويل. سيد إيمانويل، البرلمان الأوروبي اليوم يدعو المفوضية الأوروبية إلى تعليق طلب أنقرة الانضمام للتكتل الأوروبي. أليست عضوية تركيا معلقة؟ يعني هل من جديد في هذا الإطار؟ لو تسمح أن تقدم لنا تفسيرا، هل هي تعليق مؤقت، تعليق نهائي؟
البرلمان الأوروبي دعا المفوضية بأن تعلق عملية الانضمام التي كانت أطلقت 2005 وكان ذلك عام 2019. إذن التصويت هذا يؤكد القرار الذي اتخذ سابقا ربما بأغلبية أكبر، ولكن المؤسسات الأوروبية المختلفة بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي لا تزال تستثمر في عملية ما قبل الانضمام، وكان هناك تخصيص أو استثمار 50 مليار يورو لسماح لتركيا بأن تستوفي بعض المعايير وتنتسب إلى اقتصاد السوق، وهو شرط أساسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لا أعتقد أن هناك الكثير من المستجدات، لا أقول أن العلاقات هي في أدناها، ولكن تم تجميد هذه العملية لأسباب أخرى، لأن تركيا لفترة وجيزة لديها علاقات سيئة جدا مع روسيا، وهذا لديه إشارة اقتصادية سيئة لأننا نعرف وزن السياحة الروسية، ولأن الرئيس رأى التقدم الكارثي للجائحة في روسيا قرر أن يعلق كل الرحلات باتجاه تركيا. إذن هناك واجب على الاتحاد الأوروبي وروسيا بالتقرب، وتركيا تفهم ذلك من بهذه الطريقة، وخاصة أن الرئيس الأوكراني كان في أنقرة منذ بضعة أيام. اسمح لي أن نستذكر سويا الملفات الخلافية اليوم بين أوروبا وتركيا، ثم نعود لمناقشة هذه التفاصيل. إذن عديدة هي الملفات المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتتباين المواقف بشأنها بين أنقرة وبروكسل. نتابع ونعود إلى النقاش. تابع النقاش مع ضيفي من باريس. سيد إيمانويل، سؤالي لك الآن، ما هي شروط بروكسل اليوم لتعود العلاقات كما كانت عليها أو إلى مياهها يعني بين بروكسل وأنقرة؟ بكل بساطة أن تتمكن تركيا والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على جدول أعمال أو أجندة مشترك تم تحديده من قبل المفوضية مع تركيا في مارس عام 2016. والاتحاد الأوروبي يود أن يخصص 6 مليار يورو لتركيا لكي تتمكن من إدارة موجة الهجرة على أراضيها، وإن لم تفعل تركيا ذلك سوف يؤدي ذلك إلى المزيد من الخلافات. ورأينا في الأشهر القليلة الماضية أن تركيا كانت تهدد بعدم فعل ذلك. ثانيا، الاتحاد الأوروبي وتركيا يتواجهان في ملفات عديدة، وبالنسبة لملف ليبيا هناك فكرة بالتوصل إلى عملية انتخابية شاملة في 24 من ديسمبر المقبل بعد انتخاب حكومة وحدة وطنية، وهذا موقف مشترك أصبح مؤخرا مشتركا بين الطرفين. وأيضا هناك الوضع مع روسيا، فإن الولايات المتحدة تلعب دورا متجددا يهتم في تركيا، ورئيس بايدن سوف يكون لديه مكالمة هامة مع الرئيس أردوغان بعد بضعة ساعات. وهنا أيضا هناك عنصر جديد، وهو أن إدارة ترامب لم تهتم أبدا بالمطالب من تركيا، أما الرئيس بايدن فسوف يكون هناك لديه مطالبات أكثر، وهي من بين الأمور الشائكة التي لا تتفق معها الاتحاد الأوروبي. وهناك مسألة الإسلام خاصة فيما يتعلق بفرنسا، والرئيس ماكرون ندد بالتدخل التركي المسلم في فرنسا، وكان هناك عدد كبير من المساجد على الأراضي الفرنسية التي تدار من قبل تركيا من قبل هيئة الشؤون المسلمة، وهذا يتناقض مع إذن لوائح الإسلام في فرنسا، ورفضت هذه الهيئة التوقيع عليها، وهذا موضوع شائك بين بلدينا.
نعم. طيب انتقل الى دكتور فراس. اذا استمعنا الى يعني لائحه الشروط الاوروبيه لعوده عفوا العلاقات بين بروكسل وانقره الى ما كانت عليه. اليوم الى اي مدى تحتاج انقره فعليا الى التزام بهذه الشروط والوقوف عندها من اجل اقتصادها بالدرجه الاولى؟ في الحقيقة كما ذكرت لك، أنقرة بحاجة شديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في الداخل، خاصة مع تذبذبات أسعار الصرف، مع حالة من انتقال الأموال إلى خارج تركيا خوفا من أي تغيرات في أسعار الصرف. البيئة الاستثمارية أصبحت نوعا ما غير سليمة لكثير من المستثمرين، وهذا أدى إلى تركيا لتغيير بعض سياساتها الاقتصادية وسياساتها الخارجية. اليوم تركيا تعتبر الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي، أيضا الاتحاد الأوروبي يعتبر تركيا هي شريك بالنسبة له، خاصة كما ذكرتم في التقرير هنالك ملفات مشتركة من خلال الغاز وحجم التبادل الذي تجاوز 135 مليار سنويا، وبالتالي تركيا بحاجة لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتهدئة الأوضاع، لتهدئة الأجواء من أجل إعادة العلاقات وبناء العلاقات بشكل جديد لتحسين الاقتصاد التركي وتحسين الليرة التركية مجددا وإنعاش الليرة التركية، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي، لأنه إذا استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه سوف تشهد تركيا حالة ضيق اقتصادي، خاصة مع حالات التململ. ولكن على النقيض أيضا الاتحاد الأوروبي لديه حاجة من تركيا، وهي إيجاد سلاسل توريد جديدة لموارده، إيجاد سلاسل توريد قريبة من 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 الاتحاد الأوروبي، كون تركيا تتمتع بميزات جيوسياسية قوية جدا، وبالتالي هنالك مصلحة مشتركة للطرفين لتحسين هذه العلاقات والاستفادة منها. ولكن الاستفادة الأكبر سوف تكون للاقتصاد التركي من الاتحاد. وصلت الفكرة. دعنا نتابع بعض المواقف حول هذه الأزمة. يطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بمبادرات ذات مصداقية في وقت تتهم تركيا الاتحاد بأنه لا يحترم تعهداته. نتابع ونعود. إذن نتابع النقاش، وسؤالي الآن للسيد إيمانويل ضيفي من باريس. سيد إيمانويل، يعني أوروبا تربط اليوم تحسن علاقاتها مع تركيا بأن تجري الأخيرة مجموعة من الإصلاحات، إصلاحات شاملة، وأن تسمح أيضا بحرية التعبير. عن أي إصلاحات نتحدث هنا؟ إصلاحات في النظام السياسي، في النظام الاقتصادي، ربما إصلاحات في السياسة الخارجية لتركيا؟ هذه الأمور هامة، ولكن الأهم من ذلك هو أن تمتثل تركيا إلى عدد من الواجبات تجاه المنظمات التي انتسبت إليها. مثلا هي في المجلس الأوروبي، وقررت تركيا أن تخرج من اتفاقية إسطنبول حول المرأة، وهذه من بين الواجبات التي يصر عليها الاتحاد الأوروبي، ويود أن يرى تركيا وكل أعضاء المجلس الأوروبي يحترم ذلك. هذا ينطبق أيضا على حرية التعبير وحرية الصحافة والحقوق الأساسية. العنصر الثاني يتعلق بأن تركيا أيضا هي عضو في حلف الشمال الأطلسي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا أعضاء في ناتو، وهي تصر على أنه لا يمكن أن يكون الانتساب جزئي في الحلف. وذكرتم أن تركيا اشترت نظام S-400، وطبعا هذا أدى إلى بعض التساؤلات داخل الحلف. وذكرنا أيضا كان هناك مواجهات بين فرنسا وتركيا واليونان، وهي كلها أعضاء في الحلف. إذن هذه المطالبات ليست مستحيلة، ولكن عبرت عن ضرورة العودة إلى الالتزامات الدولية لتركيا بحسب المنظمات التي تنتمي إليها. أذكر هنا أيضا مجموعة الـ20، وهي برئاسة إيطاليا. إذن يجب الامتثال إلى هذه المتطلبات.
نعم عظيم. طيب دكتور فراس، إلى أي مدى اليوم أنقرة قادرة على الالتزام أو على تنفيذ هذه الإصلاحات، لسيما يعني على الصعيد الاقتصادي في ظل عدم استقرار السياسة المالية التركية بشكل عام؟ في الحقيقة الحكومة التركية منذ فترة 6 أشهر قامت ببعض الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية على صعيد السياسة المالية وعلى صعيد السياسة النقدية، وتقديم بعض التسهيلات والامتيازات للمستثمرين رغبة منها في إعادة إنعاش حياة الاقتصادية. طبعا هذا مرتبط، يعني لا يمكن عزل الواقع الاقتصادي عن الواقع السياسي، فبالتالي لا بد من حلحلة الأمور السياسية حتى ينعكس هذا الموضوع على الأوضاع الاقتصادية في الداخل التركي. هنالك حالة من الارتباك في السياسة التركية نوعا ما، نشاهد إقالة حاكم المصرف المركزي، هنالك تذبذب كبير في أسعار الصرف، هذا مؤشر على أن الاقتصاد ليس سليم تمام. فهذا انعكس بشكل أو بآخر على عدم استقلالية السياسات المالية، وهو بصراحة مؤشر غير سليم بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في البلدان. وبالتالي تحاول تركيا نوعا ما استمالة الغرب، استمالة الشركات الغربية، خاصة إذا علمنا أن 65% من الاستثمارات المباشرة التي حلت في تركيا منذ عام 2000 إلى عام 2021 هي كانت للاتحاد الأوروبي، لشركات أوروبية. فبالتالي هذا مؤشر أن تركيا تدرك مدى أهمية الاتحاد الأوروبي ومدى أهمية الشركات الأوروبية بالنسبة للاقتصاد التركي، وبالتالي هي تسعى وتحاول بشكل كبير جدا إيجاد نقاط للتواصل. الفكرة هنا الاتحاد الأوروبي يحاول التعامل مع تركيا على أنها يجب أن تنفذ الأوامر التركية، تقول لهم يجب أن نتفاوض حتى نصل إلى نقطة يمكن لنا البدء من خلالها. هذا هو الخلاف، الاتحاد الأوروبي يفرض الأجندات، تركيا تريد التفاوض والتحاور على هذه الأجندات، وبالتالي هنا يكمن الصراع. وتركيا تحاول أن تفهم الاتحاد الأوروبي أنها دولة نوعا ما لها سيادة، نعم، لها قرارات نقطة خاصة، نقطة مهمة لننطلق من خلالها لنقاط أخرى في نقاشنا، ولكن بعد الفاصل. حلقة الرابط مستمرة مشاهدينا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. حجم التبادل التجاري الكبير بين تركيا والاتحاد الأوروبي يصل إلى مليارات الدولارات، نتعرف على أبرز أرقامه في التقرير التالي. قبل أزمة كورونا شهد التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبي نموا جيدا، فقد بلغ فائض تجارة أنقرة والتكتل الأوروبي أكثر من 564 مليون يورو خلال مايو عام 2019. بلغت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد نحو 6 مليارات و800 مليون يورو، فيما بلغت واردات تركيا 6 مليارات و300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. بحسب غرفة التجارة والصناعة الإيطالية، فإن ما يقارب 50% من تجارة الخارجية التركية مع الخارج تتم مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. بعد أن اطلعنا على هذه الأرقام نتابع النقاش، ومعي أيضا من باريس السيد إيمانويل دوبوي رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، وأرحب مجددا أيضا معي من اسطنبول الدكتور فراس شعب أستاذ الاقتصاد في جامعة بشاك شهير التركية. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين مجددا. النقاش أتابعه مع السيد إيمانويل ضيفي من باريس. سيد إيمانويل، أوروبا دائما تتحدث عما تصفه بالأعمال الاستفزازية والعدائية لتركيا في البحر المتوسط. سؤالي هو، ما هي آلية بروكسل ربما قياس حجم الاستفزاز الذي تقوم به تركيا في البحر المتوسط؟ وألم تلاحظ أوروبا مؤخرا ربما بعض التراجع التركي في البحر المتوسط؟ هناك فرق كبير بين الدول الأوروبية وبروكسل. مثلا بعيدة عن وقائع تعاشتها وتعايشت معها دول مطلة على شرق على المتوسط مثل مالطا أو إيطاليا أو فرنسا أو قبرص. إذن هناك فرق في المقاربة بين الدول الأوروبية، بين تلك الدول المحاذية للمنطقة والدول الأعضاء الأخرى، وعلى حسب
أهمية جدول الأعمال هذا بالنسبة للدول المختلفة المعنية. التوترات تراجعت مقارنة مع الصيف الماضي بسبب المفاوضات التي حدثت على مستوى الاتحاد الأوروبي والناتو. والمدير العام للناتو دعا للقاء مباشر بين رئيس الوزراء اليوناني ورئيس أردوغان، وحدث هذا اللقاء وكان هناك بحث حملات بحث أو تنقيب عن الموارد النفطية في شرق المتوسط، مع رغبة العمل على حقول خمسة مع حوالي مليار من الاحتياطي الغاز جذبت الاهتمام حول إصرار من تركيا لإعادة النظر في قانون الحقوق البحرية. وهذه المسائل هدأت مؤخرا، وما كان في جد وجذب لإبراز القوة فتم استبدال ذلك بفرض أمر الواقع بين تركيا والحكومة الشرعية في ليبيا، وتم التوصل إلى اتفاق بحري لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا على حساب مصالح اليونان. وكان ذلك قد حدث سابقاً بطريقة دبلوماسية في المحكمة المتخصصة في هامبورغ. خلاصة القول أن التوترات في شرق المتوسط هدأت، وخاصة أن تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على ملفات عديدة مثل سوريا وليبيا وأفغانستان. سنعود إلى هذه الملفات، لكن اسمح لي أن أنتقل بالسؤال لدكتور فراس. دكتور فراس، مراقبون يلاحظون اليوم بعض التراجع التركي عن الأعمال في شرق المتوسط، لاسيما تلك متعلقة بالتنقيب عن الغاز والنفط. هل هذا مؤشر على نية أنقرة اليوم تلطيف الأجواء مع أوروبا؟ وكيف ستحدث اليوم أنقرة توازنا بين مصالحها مع أوروبا وأيضا مصالحها أو رغبتها في الاستثمار في سلاسل الغاز والنفط في البحر المتوسط؟ يعني بالحقيقة تركيا مع بداية العام 2021 اعتمدت سياسة تقليل المشاكل إلى أكبر حد، على عكس عام 2020 الذي شهد خلافات سياسية مع أوروبا ومع كثير من الدول العربية. وبالتالي مع بدايات هذا العام قامت تركيا بالتخفيف من حدة هذه المشاكل، رغبة منها في تحسين العلاقات ورغبة منها بأن يعكس ذلك على الحالة الاقتصادية التركية. طبعا تركيا تسعى كما ذكرت لك لإيجاد يعني ممرات أو قنوات للتفاوض لحتى تستطيع هنالك نوع من التبادل المصالح وتحقيق المنفعة. هذه الدول هي دول براغماتية في النهاية، تسعى لتحقيق مصالحها. تركيا لديها بعض الأدوات التي تضغط بها أو بعض الأوراق، أيضا الاتحاد الأوروبي لديه بعض الأوراق، ولكن هنالك مصلحة مشتركة التي هي تتمثل بالمصلحة التبادل التجاري، هنالك الهواجس الأمنية المشتركة. الاتحاد الأوروبي يرغب أن تكون حوض المتوسط وشرق المتوسط آمن نوعا ما، يرغب بتحسين العلاقات مع تركيا اقتصاديا على الأقل، وبالتالي تركيا أيضا تسعى لإعادة العلاقات وتنشيط العلاقات مجددا لما ينعكس ذلك على الحالة الاقتصادية في الداخل التركي، خاصة أنه وجودت هنالك يعني اتفاقية للاتحاد الجمركي التي وقعت ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. نعم. تحاول تركيا والاتحاد الأوروبي إعادة تفعيلها مجددا. لذا هنالك كثير من القضايا التي سعت أنقرة لنوعا ما التخفيف من حدة المشاكل فيها، رغبة منها في إبداء حسن النية فيما يخص قضية الشرق المتوسط أو الجلوس على التفاوض. نعم، شرق المتوسط يعني اليوم هنالك ذروة الخلافات ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي وصلت في منذ أشهر عندما بدأت عملية التنقيب، خاصة مع اليونان وقبرص التي تشكل وفرنسا أيضا التي شكل ذلك هواجس أمنية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبالتالي حاولت تركيا التهدئة من هذه الهواجس لأنها كانت النقطة الحساسة أو النقطة التي هي الشعر التي أثقلت ظهر البعير بشكل كبير، خاصة في العلاقات التركية الأوروبية. وبالتالي سعت تركيا للتهدئة، سعت تركيا لتقديم بعض الطمأنانات أو التطمينات للاتحاد الأوروبي أنها تسعى للحوار، أنها تترك الباب مفتوحا نوعا ما لتواصل جديد، لتوصل إلى اتفاقيات جديدة، للتوصل إلى تفاهمات جديدة يمكن من خلالها تحسين العلاقات مستقبلا والوصول إلى رؤى استراتيجية يستفيد منها الجميع.
طيب سيد إيمانويل، يعني اليوم البروكسل تتحدث عن شروط مفروضة على أنقرة، ويعني من أبرز هذه الشروط ما يتعلق بالأزمة الليبية. كيف تنظر اليوم بروكسل إلى الزيارة الأخيرة ل يعني دبيبة إلى أنقرة من خلال يعني دعم التركي للحكومة الانتقالية في ليبيا؟ الرئيس دبيبة ذهب أولا إلى مصر، ويبدو أنه يذهب إلى كل الوجهات ويذهب إلى الدول التي كانت لديها مصالح مختلفة. ذهب أيضا إلى موسكو، وطبعا رئيس المجلس الرئاسي ذهب إلى اليونان، وهذا طبيعي لأنه كان سفير ليبيا لدى اليونان قبل أن يصبح رئيس المجلس الانتقالي. إذن كان هذا طبيعيا، وكان هناك بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا ورئاسة البرتغال. رحب بأن تكون تركيا وروسيا تدعمان تشكيل حكومة وحدة وطنية مع إمكانية إحداث إصلاحات دستورية تؤدي إلى انتخابات. ولكن تركيا وروسيا والإمارات ومصر وقطر طلب إليها أن تتوقف عن التدخل، وفي قاعدة الوتيدة، القاعدة التركية الأكبر في أفريقيا على بعد 50 كيلومتر من الحدود التونسية، الكثير من القدرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المسيرة، وهي قدرات عسكرية مباشرة أو من خلال شركة خاصة معروفة باسم سادات، وهي تابعة لشركة روسية. وتطلب فرنسا والاتحاد الأوروبي عدم التدخل، وذكر تدخل مزدوج من تركيا من جهة تدعم الحكومة السابقة للسيد السراج، وتدخل إماراتي مصري روسي من جهة أخرى يدعم حفتر. طيب إذن يجب أن يكون هناك استقرار في ليبيا، وهو يصبح موضوع مشترك لكل الأطراف، في حين أنه كان من بين المواضيع الخلافية حتى ذلك الحين. طيب اسمح لي أن أنتقل بالسؤال لدكتور فراس. اليوم نتحدث عن أزمات تركيا في الشرق الأوسط، إلى أي مدى هذه الأزمات دكتور فراس تسد أمام تركيا ساحات تجارية كثيرة؟ نتحدث عن الساحات التجارية خارج أوروبا ليس داخل أوروبا. إلى أي مدى يجب أن تبقى أوروبا اليوم معبرا آمنا لتجارة أنقرة والعكس أيضا؟ الحقيقة يعني موقع تركيا يفرض عليها أن تكون نوعا ما دولة صديقة للجميع، خاصة أنها تسمح لتحسين موقعها الاقتصادي لتدخل في نادي العشرة الكبار، وبالتالي تركيا تدرك أهمية الممرات الدولية، تدرك أهمية العلاقات الدولية مع الدول الجوار والدول البعيدة، وبالتالي سعت تركيا منذ بداية العام إلى تحسين تلك العلاقات، خاصة أن العام 2020 فرض ثقله على الاقتصاد التركي بشكل كبير جدا، من حيث الإيرادات، من حيث الناتج المحلي، من حيث حجم التصدير، وبالتالي تريد تركيا استعادة ما خسرته في هذه السنة، وبالتالي تحسين موقعها التجاري والاقتصادي من خلال إعادة تفعيل وتنشيط الممرات التجارية التي يمكن أن تصل بها بضائعها لكثير من الدول، وخاصة تركيا اليوم تسعى لأن تكون أو هي تدخل بشكل قوي جدا على أفريقيا، أيضا تحاول الدخول إلى الدول العربية من خلال سوريا، تحاول أيضا التوصل إلى أوروبا، خاصة أن هنالك تبادل تجاري يعني تركيا مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز 50%. هذا التبادل تسعى تركيا لإعادة تفعيله لأنها تدرك أهمية إعادة تفعيل هكذا أنشطة لاقتصادها التركي وتحسين الحالة الاقتصادية التركية التي هي نوعا ما تعاني بشكل شديد هذه الأيام. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد دكتور فراس شعب، أستاذ الاقتصاد في جامعة بشاك شهير التركية، حدثتنا من اسطنبول. وأشكر أيضا السيد إيمانويل ديبوي رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، كان معنا من باريس. الحلقة طبعا انتهت، أشكركما جزيل الشكر.
وقبل ختام حلقة الرابط، هذا تذكير بسؤاليه. إذا تساءلنا ما هي شروط بروكسل تجاه أنقرة لإعادة إحياء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وهل إحياء العلاقات قادر على إنعاش الاقتصاد التركي وتحسين مستوى الليرة التركية؟ مع وصول حلقة الرابط إلى نقطة نهايتها، خلص النقاش إلى أن لائحة شروط تجاه أنقرة يضعها الاتحاد الأوروبي تمتد من السياسة إلى الحريات وحقوق الإنسان قبل البدء في مرحلة إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين الجانبين. تركيا تحتاج إلى تحسين علاقاتها مع الجانب الأوروبي رغبة في إنعاش وضعها الاقتصادي، كما أن الجانب الأوروبي أيضا بحاجة إلى سلاسل توريد جديدة، لذلك فالمصلحة متبادلة لكلا الجانبين. نهاية الرابط لهذه الليلة، غدا ملف جديد وحلقة جديدة، ابقوا دائما على الموعد، إلى اللقاء.